نهامر يطلب من أردوغان احترام الأتراك للقوانين في النمسا. فريق علم التعقيد في فيينا يكتشف أدلة على تلاعب في الانتخابات التركية. النظام الإيراني يفرج عن نمساويين بعد جهود دبلوماسية طويلة. إيطاليا تؤكد رفضها إعادة توطين اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي. ارتفاع معدلات الزواج في النمسا بعد انتهاء جائحة كورونا. ومعلم يفقد وظيفته بسبب عرض صور إباحية أثناء حصة مدرسية. تحية طيبة إلى حضراتكم. نشرة الأخبار بالتفصيل تأتيكم من النمسا ميديا. طالب المستشار النمساوي كارل نيهامر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان احترام البلد المضيف، وذلك بسبب الفوضى التي شهدتها فيينا بعد الانتخابات. ودعا نيهامر المقيمين الأتراك في النمسا الامتثال لهذا الأمر، وأفاد أن أردوغان دعاه لزيارة للاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كان ذلك من خلال مكالمة هاتفية على هامش اجتماع في مولدوفا، حيث أكد الطرفان على أهمية احترام الأتراك في النمسا للقوانين المحلية. وأكد نيهامر أنه سيتم ملاحقة المخالفين قانونيا بشكل حازم. وفي خبر متصل، اكتشف فريق من فيينا في مجال علم التعقيد يطلق عليه اختصارا CSH في فيينا أدلة أولية تشير إلى وجود تلاعب في الجولة الأولى من الانتخابات التركية. وسبق للباحثين أن قدموا دلائل على تزوير الانتخابات لصالح الرئيس أردوغان في السنتين 2017 و2018. ووفقا لتقرير الباحثين، توجد نتائج غير معقولة بنسبة 2.4% في دوائر الانتخاب، وتشير إلى تلاعب في الانتخابات الأخيرة. وتعمل الفرقة على تطوير طرق إحصائية للكشف عن التزوير والضغوط غير الشرعية. أعلنت الخارجية النمساوية عن إطلاق سراح مواطنين نمساويين لدى النظام في إيران بعد جهود دبلوماسية كبيرة. وسوف يعود المواطنان النمساويان كاميران جادري ومسعود موساهاب إلى النمسا بعد سنوات من الاحتجاز التعسفي. وقد شارك المستشار نيهامر ووزير الخارجية شالنبرغ في الجهود لإطلاق سراحهم. وقال نيهامر: انتهى مسار طويل من المعاناة، إن هذا إنجاز دبلوماسي كبير يؤكد قوة التعاون الدولي. وكما شكر نظيره البلجيكي وشركاءه في سلطنة عمان على المساهمة في عملية الإفراج. أكدت الحكومة الإيطالية على موقفها الثابت بعدم دعم فكرة إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بين وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانت دوزي ونظيره النمساوي جيرهارد كارنر. وأشار ماتيو إلى فشل الاتفاق السابق بشأن الهجرة وعدم نجاح التعويضات الاقتصادية، وأكد أن موقف الحكومة يركز على منع المهاجرين من المغادرة وزيادة عمليات الإعادة إلى الوطن من خلال تعزيز التعاون الثنائي والأوروبي. ارتفع عدد حالات الزواج في النمسا العام الماضي بنسبة 15.5% مقارنة بالعام السابق، وانخفضت حالات الطلاق بنسبة 3.5%. ووفق تقرير هيئة الإحصاءات النمساوية، تم توثيق أكثر من 47,000 زواج، وما يصل ل 14,000 طلب طلاق، إضافة ل 1600 شراكة مسجلة، في حين انخفضت حالات الطلاق وحلت الشراكات المسجلة بنسبة 24.3%
مقارنة بعام 2021. وتشير الإحصاءات إلى أن هذا الارتفاع يعكس مدى استعادة الثقة والرغبة في الزواج بعد فترة صعبة. فقد مدرس وظيفته في مدرسة في مقاطعة النمسا السفلى بسبب عرض صور إباحية أمام الطلاب في الفصل الدراسي. حصل ذلك في مدرسة هايلفي في بيدرمانستورف، حيث عرض المعلم صورا إباحية على الحائط دون أن يعلم أن شاشة العرض متصلة بحاسوبه، وتفاجأ الطلاب والمعلم وشعروا بالحرج من الموقف، وتم تصوير الحدث وانتشاره عبر هواتف الطلاب. وعلى إثره قالت مديرة المدرسة: سيتم إنهاء عقد المعلم بسبب هذا السلوك غير المقبول. وكما قيل: إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، عطلة سعيدة نتمناها لكم. شاركونا بتعليقاتكم وآرائكم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجراد لنظل على تواصل دائم. كنت معكم أنا هيفاء، أحلى تحية وإلى اللقاء.